المنطقة دي فيها يعني جزء من الفوال النشطة، واللي يمكن زي ما قلت لحضرتك حصل عليها زلزال 92، في زلازل بتحصل بشكل متكرر زي بتاع النهارده. الخطورة تكمن زي ما دايما بنناشد المؤسسات العاملة في الإنشاءات والمجتمعات والطرق والكباري، ويمكن عندنا القطر السريع أو القطر الكهربائي اللي هو السخنة، العلمين، مطروح، الأماكن دي في زلازل بتحصل. مهم جدا دراسة الخطورة الزلزالية، محدش فينا يقدر يمنع الزلزال، لكن نقدر نصمم مبانينا ومنشآتنا بحيث تتحمل الزلازل من تلك القوة أو حتى أكبر شوية. لكن وهل يا دكتور جاد، هل يا دكتور جاد معلش بقطعك بس لأنه في حاجات مهمة حضرتك بتقولها، هل حضراتكم مجرد ما بتعرفوا إنه في مشروع في المكان الفلاني بيحصل تواصل ما بين حضراتكم ما بين الجهات المعنية تقولوا لهم خدوا بالكم يا جماعة المنطقة اللي انتوا بتعملوا فيها مترو أو بتعملوا فيها قطر أو إلى آخره، كوبري، نفق، أي حاجة، دي منطقة زلازل أو بيحدث فيها زلازل؟ احنا عندنا تكليف يا فندم، وفي تنسيق مستمر على مدار الساعة مع أمانة وزارة الدفاع، الأمانة العامة وزارة الدفاع. نعم. ومجرد ما بنبعت لهم مكتبات من هذا القبيل بيعمموها على الجهات المعنية، ويمكن آخرها موضوع اللي بكلم حضرتك القطر السريع، القطر الكهربائي. أيوه. بالفعل جواب معروض حاليا على سيادة الفريق كان الوزير، لأن بعض الأعمال ومسار القطر داخل فيها أماكن فيها نشاط زلزالي، ومهم جدا ان احنا نحسب الحاجات دي بدقة، والمعهد لديه الادوات ولديه الكوادر الهدف حماية الاستثمارات اللي الدولة طبعا في تلك المشروعات. طبعا لكن قلت لحضرتك دول الارواح اهم من الاستثمارات. الارواح طبعا، طبعا الارواح طبعا، دول كتيرة على اساس مثلا بيحصل كتير جدا، لكن مفيش مبنى بيتأثر ومفيش مشروع بيتأثر، لانه في دراسات للخطورة الزلزالية بدقة ومتاخدة في الاعتبار عند تصميم اي منشأ او اي مشروع مهما كانت قوته. ده واحنا يعني مش شاطرين في ده، لكن يعني ممكن نستفيد بخبرات في الجزئيه دي يعني من الخارج. اسمح لي يا فندم، لا احنا عندنا الكوادر، عندنا الامكانيات، عندنا القدرات، عندنا زي نظرائهم في اليابان وفي كل الدول، ان احنا على تواصل مستمر، في ندوات، في ورش عمل، في تبادل خبرات. لا في القصه دي انا متاكد 100% المعهد قادر على 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 الاجراء والقيام بتلك الدراسات، واحنا بالفعل بنقومها وبننشرها في مجلات عالميه محترمه. ليه فندم انا مش بتكلم على الدراسات، انا بتكلم زي ما حضرتك بتقول كده انه حصل تواصل على الاماكن، والمفروض وزير النقل عارف الحاجات دي لانه الاماكن دي اماكن زلزال، احتماليه الزلزال فيها قوي جدا. انا بتكلم على انشاء، بتكلم على فكره الانشاءات بدرجه تبقى نقدر تتعامل مع الزلزال. طبعا ده اللي انا احنا كمصريين طبعًا عندنا الخبرات دي في مصر. طبعا يا فندم، كل المهندسين في مجال التصميمات والانشاءات عندهم القدره جدا، مهم ان هو يسترشد بالبيانات اللي انا بديها له للخطوره الزلزاليه علشان يصمم منشاه على تلك البرامتر او تلك العوامل. ايوه طب ده هو ده مهم جدا مستقبلا. للاسف من الحاجات اللي انا يعني اسف ان انا بقولها ان كود الانشاءات الزلزالي اللي موجود اخر تحديث ليه كان سنه 97. احنا حاليا الدوله بتنشئ مباني ومجتمعات عمرانيه من الطراز الحديث والمدن الذكيه. لا يجوز ان انا انشئ مباني في 2021 وانا بشتغل على تصميم كود من سنه 97. طبعا احنا عندنا ما لا يزيد عن 20 سنه تم تحديث تكنولوجيات وعوامل كثيره، ودايما احنا كمعهد بنناشد كل الجهات المسؤوله. انا معهد قومي، مانيش جهه ربحيه. نعم. عندي كوادر، الدوله مولتني، شرينا اجهزه، حدثنا امكانياتنا، دربنا شبابنا، ما بين تدريب، ما بين دراسات عليا في الخارج، من اقصى مدارس اقصى الشرق لاقصى الغرب. الهدف كله ان احنا نستفيد من تلك الخبرات والمقدرات لحمايه الاستثمارات والارواح المصريه وتعزيز خطط التنميه المستدامه. لما بتبعته للجهات